بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخواني ومتابعي الكرام أينما كنتم. الله سبحانه وتعالى كريم رحيم عفو ويحب العفو، فنتمنى أن يعفو عنا، هذه أمنيتنا كلها، وإذا عفا عنا سيدهشنا بعطائه لأنه سيرضى عنا. إذن إخواني الكرام، هناك رموز منامية سأذكر لكم منها إن شاء الله ثلاث رموز منامية، إذا رأيتها في منامك فاعلم أن الله يحبك ويريد بك خيرا، واعلم أنك يعني محبوب في أهل السماء، وستكون إن شاء الله أو أنت محبوب في أهل الأرض. هذه ثلاث رموز، يعني ليس بالضرورة أنك ترى موزا كما يقال، لكن سأعطيك ثلاث رموز مهمة جدا، وأنا متأكد لأني سأترك التعليقات مفتوحة في هذا الفيديو. سيجيبني بعض الناس يقول لي والله كلامك صح، لأن هذا عن تجارب إخواني الكرام، ويعني وتواصلت مع هذه الناس وقالوا لي يعني نحس بأشياء يعني غريبة تحصل لنا، لأن فيهم محبة، لأن الله إذا ألقى محبته على شخص يعني لا خوف عليه ولا هم يحزنون، يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء في حدود المعقولة. أقول يفعل ما يشاء ليس أن يزني، لكن يفعل ما يشاء، فإنه محبوب عند الله ومحبوب في يعني في الملأ الأعلى وفي الأرض، يعني لا خوف عليه إن شاء الله. أول الرؤى أنك ترى نفسك أنك تناجي الله سبحانه وتعالى، تناجي ربك، تناجي، ترى نفسك تناجي الله، هذا دليل على محبة الله لك، لأن الله لا يسمع إلا من المتقين ولا يسمع إلا من عباده الصالحين الذين هو بحد ذاته يحبهم. هذا رمز. نمر إلى الرمز الثاني إخواني الكرام، أنه شخص، هذه من صفاته الآن، يرى رؤى كثيرة، يرى في حياته رؤى لكن تتحقق على أرض الواقع على طبيعتها، ليس فيها إشكال في أن يفسرها، يعني حتى إذا استعان بمفسر قد يقول له على ظاهرها، أو قد يقول له كلام مطابق لما سيقع. يعني كيف؟ يعني أنا مثلا أرى رؤيا أنه مثلا جاري اشترى سيارة، أفيق في الصباح أراه اشترى نفس السيارة، مثلا أنا أرى أن فلان في دولة أخرى توفي فأسمع الخبر في التلفزيون، فهذا دليل على قرب العبد من ربه، وأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العبد فيكشف له أمور كثيرة، لأن الله لا يري أي شخص يعني هذه الأمور، لأن ليست كل الناس، وهذا يتحقق إخواني الكرام. من علامات حب الله لعبده إخواني الكرام، يعني شخص هي يعني فيها نقول أنها أمانة، أن الله يلقي عليه بالأمانة، لأنه يجب أن يوصل هذه الأمانة لأهلها، لكن هي أيضا علامة من علامات محبة الله لعبده. ترى أحلام ورؤى لناس معينة، مثلا أخوك صديقك، وعند يعني أنا في قناتي عندي ناس ترى لي رؤى وسبحان الله يحذروني ويبشروني فأحتاط، فسبحان الله يعني عرفت أن هذه الناس محبوبة عند ربها. عندما يرى رؤى لناس، مثلا أرى رؤيا لأخي أنه لابد أن لا يذهب إلى ذلك المكان، أو رأيته في قبر لا قدر الله، أو في فأنبهه، فيكون الأمر كذلك. ثم يعني ترى لشخص شيء وتقول له مثلا أنا رأيت أنك أنجبت ولدا أو أنجبت بنت، وهذا الشخص يشكو من العقم، ولا أنا لا أعرف أن هذا الشخص عقيم، فسبحان أنت ترى، لأن يعني الرؤيا كما قال رسول الله هي إما أن تراها أو ترى لك. فالعبادة التي ترى لغيرها ويتحقق على أرض الواقع، هذا إنسان محبوب عند ربه، هذه من العلامات إخواني الكرام. هكذا أكون قد ذكرت لكم ثلاث علامات إخواني الكرام، أتمنى أن تتوفر ولو واحدة في كل شخص فيكم، فإن شاء الله يا إخواني الكرام تكونون محبوبون أو محبوبين عند ربكم، ومن أحبه الله سيدهشه بعطائه في الدارين. لم يبق لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.